تعلن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة. مساء الخير. رصاصات غدر طائشة لا تفرق بين طفل عجوز شاب أو امرأة، رصاصات أطلقتها أياد خفيفة على الزناد وعقول تتشابك فيها العقد، وفي لحظة غضب عارم تقع المأساة والضحايا أرواح بريئة كانت عابرة. مفجعة هي الحوادث بكل تأكيد، والأصعب حين تكون المدارس والجامعات ساحتها. السطر الأخير، أهلا بكم. مساء الخير مرة أخرى. 14 قتيل 25 مصاب حتى الآن هي حصيلة أعنف حادث إطلاق نار جماعي شهدته جمهورية التشيك وتحديداً العاصمة براغ. الجاني طالب بكلية الآداب، موقع الجريمة جامعة تشارلز ومحيطها أعرق جامعات براغ. هذا الموقع كان ميدان رماية للأسف بالنسبة للجاني اللي انتحر بعدها. عملية قتل عشوائي طالت الطلبة، الأساتذة، مواطنين، سياح، رصاصات غدر ما فرقت بين أحد. صداها ملأ الأروقة، قاعات الدراسة والشوارع. لقطات دامية ودرامية التقطتها نفس ما تشوفون العدسات، حشود مدعورة يهربون في الشوارع، موظفين وطلاب تعلقوا في نوافذ مبنى الجامعة، أملهم شيء واحد بس، النجاة ولدها. والغريب أن من بين الضحايا والد الطالب الجاني. رصاصات الغدر هذه بكامل الأسف طالت مواطن إماراتي وزوجته سيد أحمد إبراهيم النجار مدير عام بلدية أم القيوين، وزوجته روضة المحرزي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات بدبي. عبر الهاتف معي السيد خالد المحرزي شقيق المصابة والمتواجد حاليا في براغ. أخي خالد الحمد لله على السلامة. أول شيء نقول الله يسلمك سعدك، الله يسلمك. يعني اللي حاب أقوله في البداية أخي خالد إن الإمارات وكل من تابع الحادث الله يسلمك يدهم على قلوبهم. لي فخر اليوم. صراحة لي فخر، لي فخر إن الناس تتابع وتسأل. أنا حاليا في مستشفى براغ مع أختي، حالتها الحين مستقرة وإن شاء الله يعني لين باكر بتكون أحسن. بالنسبه لزوجها نفس الشيء عنده، بس يعني مثل ما تقول عمليه بسيطه، ان شاء الله الصبح بعد يقوم بالسلامه ان شاء الله، وحالته ان شاء الله بتكون مستقره. بخصوص الاطفال اللي عنده، عياله بخير معايا الحين حاليا. العيال الحين الحمد لله لا باس، العيال ما ياهم شيء. الحمد لله الحمد لله ما ياهم شيء، وما قصروا صراحه شيوخنا والمسؤولين، وتقريبا يعني الدولة كاملة ما قصرت صراحة، من إداراتها، من RTA، من
من أمن المطار، من السفارات وشيوخ صراحة، يعني ما قصروا في أي دقيقة صراحة، وكل يسأل من كبير وصغير. جزاكم الله خير على هذا يعني البادرة الجميلة. أخوي خالد، لو تقربنا أكثر من اللي صار، شو صار بالضبط؟ اللي صار أن هذا شاب جامعي عمره 24 سنة، بشكل يعني عشوائي يطلق النار، يختار الناس على كيفه، يعني يرمي ورمى مرة واحدة، يعني نسيب زوج رضيعة، وبعدين رمى رضيعتي أنا، ويرمي عشوائي الناس. يعني يعني الرضيعة وريلها كانوا يمشون أو قريب الجامعة أو داخل الجامعة أو برا؟ لا يمشون برا الجامعة ويرمي من فوق. جت الطلقة حق نسيبي أول شيء في يدي وطاح الأرض، قال نسيبي حق رضيعة روحي، ما طاعت تروح، صبرت عليه شوية ورماها هي بعد. جت الطلقة في صدرها وليه ما يولي إسعاف وليه ما هذا، وشوي الموضوع شوي كان يعني صعب، تعرف طلقات نار وهذا. والحمد لله أن يعني حالتهم يعني الحين مستقرة، ونتمنى ان الشفاء العاجل بس على الوقت ان شاء الله. امين يا رب. ودعواتكم انتم بعد ما تقصرون. يعني اظن سووا لها عمليه ولا باكر؟ ايوه سووا لها عمليه، والباكر بيسووا لها عمليه ثانيه يعني بسيطه ان شاء الله، ونسيبي احمد بيسووا لها عمليه باكر ان شاء الله بعد بسيطه، يعني من اول الصبح احنا كنا متواجدين معاهم. الله يسر امورهم ان شاء الله. الحمد لله على سلامتهم يا اخوي طار الشر، والحمد لله يت على كذي. شكرا. كلنا كنا خايفين صراحة من 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 اللي سمعنا ومن اللي شفناه، ولكن جزاكم الله خير أنتوا وعيلتك الكرام، طمنتونا وسمعنا صوتها كذلك في تسجيل مع سمو ولي عهد دبي. مرة ثانية الحمد لله على السلامة أخوي خالد. الله يسلم. شكرا. تردون ان شاء الله سالمين غانمين يا رب العالمين. اشكر قياده رشيده واشكر شيوخنا، وما قصروا كلهم صراحه، جزاهم الله خير. كلهم يعني ما قصروا على العين والراس، وهذا شيء جميل يعني لشعب الامارات، لنا فخر فيهم صراحه. شكرا لكم انتم بعد تواصلون وتطمنون علينا، جزاكم الله خير. ربي يحفظك. ربي يحفظك اخوي خالد، جزاك الله خير. حاب اقول هذه الظاهرة أو هذه الظواهر والحوادث دائما مرتبطة بالجامعات والمدارس مو بجديدة، يعني صح أن هي الأكبر في تشيك، ولكن مو بأول مرة تصير، يعني عشرات الحوادث اللي تصير حول العالم حقيقة في المدارس، وارتباطها بالمدارس والجامعات لها خصوصية مش عارف ليش. وأكيد راح نناقش هالمسألة بشكل موسع، ولكن خلونا نتوقف أمام أبرز الحوادث اللي صارت. We'll be right back.
فاصل قصير ونعود لمتابعة السطر الأخير. في هاللحظات أرحب بضيوفي الدكتور رشا الجندي، أستاذ الصحة النفسية عبر الأقمار الصناعية من القاهرة. أهلا وسهلا بك دكتورة، وكذلك سيد هاني دانيال كاتب وصحفي عبر الأقمار الصناعية من برلين. أبدأ معك سيد هاني، يعني تحقيقات الشرطة التشيكية تقول بأن الطالب الجاني ربما قتل شابا وطفلة في بلدة على مشارف براغ يوم 15 ديسمبر، أي قبل الحادث بستة أيام، ويوم الحادث قتل والده قبل التوجه لموقع الجريمة أو قتل في ذلك المكان. يعني كيف يمكن أن يترك القاتل طليقا ستة أيام؟ في البداية تحياتي لكم وللسادة المشاهدين، ونتمنى الأخ أحمد يعود للإمارات سالما وكامل صحته مع أسرته. الحقيقة هو الموضوع ده مثير للجدل، خاصة وأن هذا الطالب يدرس الماجستير في التاريخ البولندي حاليا، ودرس التاريخ والدراسات الأوروبية، وله حسب ما الدكاترة المشرفين عليه يقولون أنه طالب شاطر جدا، لكن الأمر المؤسف هو معه تراخيص لأكثر من سلاح، وكلها أسلحة فتاكة. فالأمر ده مثير للجدل، وكما أشرت حضرتك بخصوص أن إزاي أن في حالات أخرى لم يتم الكشف عنها إلا بعد المجزرة أمس، ده كلها انتقادات للشرطة التشيكية، لأن الحادث ده ممكن يكون غير معروف، طفلة مع والدها، فممكن الشكوك لم تأتي إليه. إنما مجرد ما رسالة وصلت للشرطة أمس من طالبة بأن هناك طالب يريد الانتحار ويقدم على مجزرة، تحركت الشرطة متأخرا حوالي أكثر من ساعتين، الكلام ده كان 12 بالتوقيت المحلي أمس، وحينما وصلت الشرطة يعني كان في بلاغ مسبق، كان في بلاغ، و فمجموعة من الشرطة راحت الجامعة عشان تعمل تفريغ للمبنى اللي هو منتظر حضور محاضرة للساعة الثانية، مجموعة أخرى ذهبت لمنزله فاكتشفت أن في جثة، ومع البحث والتدقيق اكتشف أنه هو والد الجاني. طيب. ثم ذهبت الشرطة، يعني نعم. يعني الموضوع في تفاصيل كتيرة، لكن الموضوع غريب ان طالب ويدرس ماجستير ومع ذلك الشرطة منحت له اكتر من سلاح مرخص، وبالتالي تسبب في عملية المجزرة كما لاحظنا امس. سوف اعود لك سيد هاني فيما يخص ردود الافعال كذلك، ولكن دكتور رشا، هذه الحوادث كثيرة المتعلقة بالطلبة والجامعات والمدارس، وشفنا حقيقة قبل قليل عدد كبير منها على مستوى العالم. ما هو السر برأيك؟ هل هناك عامل نفسي يقود طالب ربما يكون مسالم إلى أن يصبح قاتل؟ تحياتي لحضرتك أستاذ أحمد وكل اللي بيشوفونا وبيسمعون. عندنا في الحالات دي أكتر ثلاث دوافع ممكن توصل الإنسان لكده، مهما كان هو شاطر أو أيا كانت صفاته. أول حاجة مغيبات العقل، المخدرات، تحت تأثير المخدرات ممكن الإنسان لحظيا يصدر منه التصرف ده. السبب الثاني الأمراض العقلية، المسؤولين عن البني آدم ده بيهملوا في أنه هو ياخد الدواء بتاعها، أو أنه يعترفوا أنه هو عنده مرض نفسي أو عقلي، لأن الإنسان لما بياخدش الدواء والأمر بيتطور معاه بتجيله هلاوس وضلالات سمعية وبصرية، فوارد جدا أنه يعمل كده. الأمر الثالث وده الأرجح في الحالة اللي بنتكلم فيها، الضغوط. والضغوط هنا نوعين، ضغوط خاصة وضغوط عامة. بس الضغوط دي للي عندهم الاستعداد برضو الوراثي لان هم يبقوا شخصية مضادة للمجتمع. الضغوط الخاصة دي زي مثلا معاملة الوالدين، مشاكل بيمر بيها الانسان مع الاصدقاء، فقر، ايا كان بقى الضغوط اللي حواليه خاصة في حياته هو. والضغوط العامة زي دي بقى بتتراكم في العقل الباطن، زي الحروب مثلا اللي بيشوفها الانسان
في الدنيا حواليه، الأوبئة، الظروف اللي بيمر بيها. يعني واضح أن الجاني عنده كذلك ليه بقى؟ مشكلة أسرية. وارد يكون مشكلة أسرية، وارد قتل أبوه يعني. المشاكل العامة ما هوضح لحضرتك، هو الضغوط عموما سواء كانت خاصة أو عامة بتحوله لشخصية مضادة للمجتمع. الشخصية المضادة للمجتمع المفروض هنا تحول لأنه هو بقى عنده اضطراب أو مرض، المفروض بقى نروح للدكتور وياخد أدوية عشان ما يتطورش معاه الأمر. قتل بابا، دي بقى دي ده المرض أو الاضطراب هو اللي بيقتل، لأن وارد هنا هو بيكون أقرب الناس ليه صعبانين عليه فبيقتل، وبعدين هو بيموت نفسه. يعني بعد ما يقتل أقرب الناس ليه أو يقتل حتى بشكل عشوائي، بيبقى شايف من وجهة نظره أو المرض بيبقى شايف إن الناس دي مظلومة ومفروض ما تعيش في الظروف دي ومفروض ما تعيش في المجتمع دي. ده لأن خلاص المرض أو الاضطراب بيتملك من الإنسان، فبيصدر منه قتل عشوائي أو قتل أقرب الناس ليه وهكذا. وده ما بيظهرش مرة واحدة يا أستاذ أحمد، ده بيبقى ليه قبلها يعني مؤشرات وحاجات، بس مش كل حد بيبقى واخد باله منها يعني. نعم. طيب دكتورة رشا الجندي وسيد هاني دانيال، ابقوا معنا. أهلا بكم جديد. يعني أذهب إلى برلين. سيد هاني، برأيك يعني سيد هاني ما 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 هي أبرز ردود الشارع التشيكي على هذه الحادثة؟ يعني هو كما قالت الدكتورة رشا أن الضحية عنده أو في ظروف الذاكرة بيكون الضحية عنده هوس. هو بالفعل حسب ما الشباب في تشيك، شباب الجامعات، بيتداولوا منشورات، لأن الجاني كان لديه قناة على التليجرام وكان ينشر عليها بعض المنشورات والتي تعد بالنسبة له كمذكرات. وكان من ضمن الحاجات اللي مكتوبة إن هو ما حدش بيحبه ويشعر بأن الكل يكرهه. لكن في بعض المنشورات لا يزال التحقق منها لأنها مرة باللغة الروسية ومرة باللغة الإنجليزية. في قنوات كثيرة تم تأسيسها على التليجرام منذ أمس بسبب هذه الحادثة، فبالتالي الأمر بيحتاج للتحقق يعني. لكن المشكلة حاليا أن الشرطة في تشيك اتوجهت لها الاتهامات لأنها لم تتواصل مع الجامعة من أجل إخلاء المبنى وبالتالي تقليل عدد الخسائر، إلى جانب أن الجامعة تتوسط منطقة سياحية من على اليمين تقترب من محطة القطار الرئيسية في براغ، وعلى اليسار كوبري براغ الشهير والمدينة القديمة. فبالتالي هي منطقة سياحية من تسببت أن الضحايا كتير ممكن ما يكونوش من داخل الجامعة، إلى جانب أن الطالب نفسه كان لديه متسع من الوقت للدخول في أكثر من قاعة للبحث عن أفراد وقتلهم. ففي حاليا بيجري التحقيق في موضوع القصور، خاصة أن الشرطة كانت هناك دورية موجودة عند مبنى لكنها اتجهت كلها لمبنى آخر بحثا عنه باعتبار أن ده المبنى اللي هيحضر فيه المحاضرة، لكن هو ذهب إلى مبنى آخر وقام بهذه العملية، وبالتالي كان يصطاد بشكل عشوائي في ضحايا سقطوا نتيجة القفز من النوافذ بحثا عن النجاة. مارة عاديين ماشيين لا علاقة لهم بالجامعة أصلا. وهذا اللي حصل يعني كذلك تأسل. سيد هاني، دكتورة رشا، الجاني بعد ما قتل الناس ورمى الناس المصابين انتحر. هذه القصص وهذه المشاهد متكررة، إذا كان يريد الانتحار لماذا يقتل الناس؟ زي ما قلت لحضرتك، هو بيبقى فيها سببين، إما أنه هو كشخصية وصلت تبقى شخصية مضادة للمجتمع فهو بيقتل الناس، بيبقى مرض وشايف وقتها إن الناس دي حرام يعيشوا في المجتمع اللي من وجهة نظره مجتمع ظالم وهم ضحايا، فأنا هقتلهم علشان أريحهم. أو العكس، إنه هو بعد ما بيقتل بتجيله صدمة فبيبقى عارف خلاص العقاب اللي هينوله فبينتحر. فده بيبقى حاجة من الاتنين. زي يا أستاذ أحمد مثلا
اقدر اقول لك السفاحين، ما هو في القتل بالدم البارد برضو حالة عكس تماما، يروح يقتل بس ما بينتحرش بقى، يروح يعمل ايه؟ يقتل وبعدين يروح يتغدى، ياكل اكله حلوه يكافئ نفسه لان هو بيتلذذ بالاكل، بيتلذذ بالقتل ده، فبيكافئ نفسه على ان هو عمل كده. فطبعا دي كلها اضطرابات نفسيه خطيره، علشان كده دايما بنقول للناس خدوا بالكم من العلامات والدلالات، ما تسيبوش الموضوع يتطور. وحضرتك كنت سألت ليه المدارس والجامعات بالتحديد بتحصل فيها الأمور دي بشكل أكبر، لأنه سن أكثر حساسية لضغوط الحياة والمواقف. زي ما قال ضيفك الكريم الجاني، كان كاتب إن محدش بيحبه، الكبار بيستهتروا بالمشاعر دي فبيشوفوها ان هو عادي، يعني انه يقول ما حدش بيحبني، ده مش فاهم حاجه، ده لسه مش حاسس بالدنيا. طب ما هو ده بيحتاج تدخل منك كمسؤول، سواء في البيت او في المدرسه او في الجامعه. لما تلاقي حد عندك حاسس الاحاسيس دي ما نستهترش بيها، لان ممكن بالنسبه لنا احنا احاسيس عاديه عشان الخبره والنضج، بالنسبه ليه هو لا احاسيس، لا لازم اتدخل واشوف لا انت حاسس بكده ليه، ايه 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 اللي حصل يخليك تحس بده، وابدا اعمل له علاج معرفي سلوكي واوديه المتخصص واشوف ليه، لان صحيح. لو سبته الامر هيتطور وهيوصلنا لكده. سيد هاني، يعني كيف طالب يدخل حرم جامعي او مدرسه بسلاح، وهالامر كذلك يتكرر، وين السكيورتي؟ وين الأمن؟ لماذا لا تعض الجهات الأمنية والمدارس والجامعات من هذه الحوادث؟ لأن أغلب الجامعات والمدارس في أوروبا مفتوحة، يعني ممكن الفرد يكون يسير في شارع من شارع إلى مبنى في الجامعة، فمش شرط. يعني موضوع في أوروبا الأماكن بيعتمدوا على الثقة لفترة طويلة حتى ولو تسببت المشاكل. لكن هو المثير للجدل، وكما أشرت في البداية، أن كان هناك دورية شرطة وكان لديها علم بأن هناك طالب لديه ميول انتحارية ويقادم إلى الجامعة، ومع ذلك لم تنسق مع الجامعة من أجل تفريغ المبنى أولا والاستعداد لاستقباله. كان هناك ساعتين على الأقل من أجل أن تكون للشرطة فرصة لتفريغ المباني أو على الأقل استهدافه حينما دخل. الأمر الثاني، انتقادات أيضا للشرطة في براغ بسبب أنه كان يسير في الشرفة العليا وكانت أفراد الشرطة بالقرب منهم، ومع ذلك لم يتدخل أحد للتعامل معه، وكأن هم منتظرين أن هو يبادر بإطلاق النار. فهذه هي الانتقادات التي توجه حاليا شرطة براغ، أنه كان هناك إمكانية لمنعه من القيام بهذه المذبحة لو تم تدخل مبكرا، لكن هم انتظروا حتى يطلق النار، وبالتالي أصبح الأمر في نوع من العشوائية شوية، وبالتالي ترتب عليه هذه الجريمة. نعم، سيد هاني دانييل، كاتب وصحفي عبر الأقمار الصناعية من برلين، شكرا جزيلا لك سيد الفاضل، والشكر للدكتورة رشا الجندي الأستاذة الصحة النفسية من القاهرة الحبيبة، شكرا جزيلا لكم. نقول الحمد لله على السلامة أخوي أحمد وأختي روضة، وطمنا عليكم، والله إن شاء الله لا يراوي أحد مكروه، وتعازينا لذوي من فقد في هذا الحادث المشؤوم. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم بمشيئة الله يوم الاثنين، إلى اللقاء.